السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حنان الحمزاوي ودي قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام القمر ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نشوف احنا هنعمل الحاجات الجميلة دي ازاي. أنا جبت 3 فرد من الحمام وغسلتهم بالدقيق والملح ونظفتهم كويس جدا. بعد ما غسلتهم كويس جدا عصرت عليها عصرة ليمونة وشطفتهم كويس بالليمون. هنجيب بقى الكبد والقوانص ونقطعهم كل قطعة قطعتين ونبدأ بقى نشوف يا حبايب قلبي هنعمل الكلام الجميل ده كله ازاي. هنجيب بصلة متخرطة مكعبات صغيرة كده عشان هنعمل الخلطة اللي هنحشي بيها الحمام. هناخد البصل ده هنحطه على النار ونجيب معلقة من السمنة او الزبدة، اي مادة دهنية عندك كله هينفع. هناخد البصلة بتاعتنا وهنحط عليها مادة دهنية، واول ما تدبل هنحط عليها الكبد والقوانص. يلا واحدة واحدة مع بعض وهنشوف احنا عملنا ايه. هنقلبها تقليبتين لحد ما تدبل البصلة، وبعد كده هحط عليها الكبد والقوانص. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. هنحط البهارات بتاعتنا، معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من الفلفل الأسمر، وهنحط الكبد والقوانص ونقلبها تقليبتين حلوين، ونحط كوباية من الرز المصري المغسول، وهنحط مية مغلية عشان بس تساعد معانا على السوى على طول. هنا حطيت كوباية من الرز غسلته، وهنقلبها كويس مع البصل والكبد والقوانص. طعمها على فكرة كان تحفة، طريقة سهلة وجميلة جدا والنتيجة ممتازة. هحط معلقة من الملح وكمان هحط المية، وهنسيبها لما تستوي يعني 3/4 سوا كده، وبعد كده ناخد منها معلقتين او 3 عشان احشي بيهم الحمام. هتقلبي كويس وتشوفي الملح كده مظبوط ولا محتاج ملح، وهنسيبه بقى لما يستوي. هنغطي عليه. اول ما يوصل السوى ل3/4 سوى كده، يعني قبل ما يستوي بحاجات بسيطة، بناخد منه 4 معالق كبار عشان نحشي بيهم الحمام، وهنسيب طبعا باقي الرز يكمل سواه عادي خالص. يلا بينا بقى نحشي الحمام بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا الحمام بتاعنا لازم بتفتحي الحمامة من تحت الجلد كده عشان تقدري تحشيها من القلب ومن تحت الجلد كمان، عشان تبقى مليانة معاكي كده وشكلها جميل. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ انا كده بحشيها من جوه الحمامة ومن القلب كمان، زي ما انت شايفة كده، يا رب تكونوا شايفينها. اهو بتحطي الرز تحت الجلد وتفردي كده عشان الحمامة تبقى مليانة كده ومحشية وجميلة. طريقة سهلة وبسيطة خالص، وطبعا من عند الرقبة كمان اهم حاجة، عشان الحمامة تبقى نظيفة وجميلة وحلوة زي العسل. بتشيلي اللي جوه اللي حوالين الرقبة كلها من اي دهون او اي حاجة. تمام كده يا حبيبة قلبي. طبعا الحمام مش مستحمل خالص، وبتكتفيه كده التكتيفة التمام عشان يبقى كده ايه قاعد محترم. بتحطي الجناح ورا الظهر عشان تبقى شكلها كده جميل خالص. شايفة الطريقة دي سهلة جدا. هكمل حشو الحمام كله بنفس الطريقة. خلصنا اول واحدة وتاني واحدة اهي، والتالتة كمان هخلصها في ثواني، تكوني حشة الحمامة كده بطريقة زي العسل وسهلة وبسيطة خالص. بتبقى سهلة معاكي ليه؟ عشان انت بتبقى فاتحة تحت الجلد وبتحشي الحمامة بكل سهولة، وكمان من عند الرقبة تملي كده الحمامة كويس جدا. وهنا بعد ما خلصت الحمام كله حشيته، شايفة الحمامة بقت عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله زي الفل، مليانة وجميلة ومحشية كويس، وان شاء الله هتستوي وتبقى زي العسل.
طبعا احنا عملناها وكلناها بالهنا والشفا، طريقة زي السكر، والحمام كانت يعني كانت ريحته قلب الدنيا. يلا نحط بقى حلة فيها مية بتغلي بالشكل ده، هنحط ورقتين من اللورة وكمان معلقة من الفلفل الأسمر، ونحط الحمامة، مش هحط الملح غير لما يقرب على السوا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الحمام كده بالطريقة دي. شايفين الجمال ده؟ حاجة كده سكر. طبعا الحمامة ولا هتفرقع معاكي ولا هتتفتح، ان شاء الله هتبقى سكر، هتبقى جميلة خالص. طريقة حلوة وبسيطة وجميلة خالص. يلا بينا بقى نسيبها شوية، واول ما تستوي هنرجع مع بعض تاني نطلعها. شايفين الجمال ده؟ ابتدت تغلي اهي. هوريها لكم كمان في الحلة. طبعا الريم ده المفروض انت بتشيليه ترميه، اول ما تغلي غلوة ويطلع الريم ده بتشيليه ترميه مع ورق اللورة بقى، خلاص احنا مش محتاجينه. هي غلت غلوة ونزلت العصارة بتاعت التوابل اللي حطيتها. شايفة الجمال ده؟ اهو سليمة خالص ما شاء الله، وحاجة كده تحفة. هسيبه بقى لما يتسلق وهطلعه، ويلا نحمره مع بعض. هتحطي مادة دهنية، انا بحط معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنة عشان تديها لمعة كده وجمال. الحمام بتاعنا بعد ما اتسلق وطلعته بتسيبيه يبرد شوية عشان ما يفرقعش بقى معاكي، بشكل جميل ويعني حاجة كده زي العسل. هنا الحمام بتاعنا اتحمر، هطلعه في الطبق ويلا بينا نشوف شكله النهائي عامل ازاي. شايفة لون الحمامة حلوة ازاي؟ ما شاء الله عسل، جميلة خالص. الرز بتاعي لما استوى انا حطيته طبعا في طبق التقديم، وهحط عليه الحمامة الجميلة دي. يا سيدي يا سيدي على الجمال، ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا نشوفه بعد التقديم، شكل الحمامة جميل خالص. وهنا يا حبايب قلبي انا خلصت الاكلة بتاعتي، حمام بالخلطة. طبعا ممكن تعمليه بالفريك، لكن احنا بنحبه بالخلطة بالرز، طريقة زي السكر جميلة جدا. وكنت عاملة جنبها بامية، حاجة كده زي العسل. تحياتي للجميع، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.